شو ليلاس فقتي؟ ليش معصبة؟ شوفي حبيبتي قولي لي صاير معك شي؟ شو بده يكون فيه؟ طيب تعالي لحتى نحضر الفطور مع بعض. شو كأنه ما عملتي الشاي؟ لا ما عملته اليوم. يعني بالعادة انتي كل يوم بتساوي؟ مو جاي على بالي أنا، شو المشكلة يعني؟ طيب مو مشكلة أنا بساوي اليوم. ليكي لميس، بدي أسألك سؤال، باقي الناس مين بيحضر لهم الأكل؟ مو أمهم وأبوهم هنن يلي بحضروا لهم كل شي؟ والولادة بيقعدوا على الطاولة يستنوا الفطور، بعد ما يخلصوا فطورهم بيروحوا على المدرسة وأهلهم على الشغل. صحيح حبيبتي، بس هدول الولاد مانن شاطرين مثلك يا روحي. وشو السبب؟ لأنهم ما بيعرفوا يجهزوا فطورهم لوحدهم. شو بدك بهالحكي؟ يلا عادي وأنا بجهز الفطور. إيه دخيله قليل المروة اللي مل من تحضير الفطور.